أنا المشكلة ما أدري كيف الأسئلة تجيني ذي، لكن ما أدري، يعني في أشخاص يقولون إن في أشخاص يوتيوبر مسوين نفسهم ويتكلمون في التغنية يقولون صح هذا الشيء. أنا ما بعرف، الشخص يسألني يقول لي إذا جهازي واي فاي تدعم الشريحة الإسم. لا حبيبي، قطعة داخل، قطعة داخل في جهازك، حتى لو إن القطعة موجودة ولا في مدخل شريحة من جهازك واي فاي، كيف أنت في أنتانة في جهازك، يعني في خطوط موجودة في الجهاز، خصوصا من الخلف والأشياء دي، لحق الجي بي إس، لحق الشريحة، الأبراج تجي. أنت جهازك واي فاي، ما في إلا وايرلس وبلوتوث، ما في حتى جي بي إس، الأيباد اللي بواي فاي ما يجي. هو ما كانت إيسم يعني، خلاص إذا كانت إيسم وتدعم شريحة، أجل ليش أبل منزل جهاز ثاني يدعم الشريحة وأغلى؟ يعني أجل خلاص، إذا كنا نقص على أبل يعني نشتري جهاز واي فاي وراح يكون فيه شريحة أرخص من نشتري جهاز بشريحة، ما تجي. أوكي، يعني جهازك أيبادك ما في مدخل شريحة، ما راح يدعم واي فاي. الأيبادات اللي تدعم واي فاي من أيباد 2018 برو ونطالع، أيباد إير الجديد مال السنة راحت، ايبادات جديدة، ايباد ميني 5 وانت طالع، اوكي، ايباد قديم ما تدعم، اوكي، من ايباد 2018 برو، من ايباد برو 2018 وانت طالع، جهازك لازم يكون فيه شريحة، لازم يدعم الشريحة البداية السيم كارد، بعدين يدعم الايسم، اذا يدعم السيم كارد راح يدعم الايسم. جهازك واي فاي ما راح يدعم، جهازك واي فاي ما راح يدعم السيم كارد، يدعم الايسم. اسئلتكم كثرت على السؤال ده، ترى السؤال اوكي، لان حقيقي قمت اضحك والله، يعني ما تخش في البال، يعني اذا كذا ليش ابل تسوي سيم كارد؟ ليش الجهاز في ذاك جي بي؟ شلون يعني ما في اسم؟ شلون هذا؟ يعني اتمنى انكم تاخذون المقطع ده وترسلون حق اليوتيوبر اللي يقولون لك الواي فاي يدعم الاسم، اوكي، عشان تفهمون. يعني ما اتوقع مبدأكم يعني دمهم، بس ايش صار جهازي لسنتين انا استخدمه، ايباد برو 2018، ما في خيار لحق الشريحه، ما يصير في قطعه داخل هي شريحه يعني موجوده، وفي لازم انتانه زايده، يعني ما اقدر اجيب اقلب لكم، لازم في خط من ورا يدعم. يعني وريتكم الجهاز من الداخل، يعني اوريكم مره ثانيه. اوكي، هذه الاجهزه الحين اللي تدعم الاي اس ام والسيم كارد والواي فاي، اوكي، هم نوعين، اللي بشريحه راح يدعم الشريحه والاي اس ام. ليش سوى كذا قبل اثنين؟ لان بعض الدول الى الان ما تدعم الاي اس ام، فتقدر تشتري وتركب شريحه. إذا دولتك أو منطقتك تدعم الإسم فتركب فيه إسم، ما تقدر فيه ركب اثنين، لا، شريحة واحدة أو إسم، أوكي، تشغل واحدة، ما راح تشغل شريحتين، لأن كيف يعني بعضهم بيجيك بيسأل يقول أوه شغل السيم كارد والإسم على اثنينهم داتا فيصير انترنت حقي أسرع، لا، أوكي، شرح واحدة داتا بس، ما بحق مكالمات داتا وواحدة تشتغل، يعني ما راح تشغل داتا اثنتين، لا. ننزل تحت نشوف الحين، ننزل اخر شيء، بوريكم موقع ابل، اوكي، ننزل تحت نشوف خيار الشريحه، هنا شوف، هنا بالعربي شريحه وايرلس اثنين، اوكي، الشريحه والوايرلس. طيب هنا شريحه، كلهم شريحه وايرلس، في نوع شريحه، في شريحه وايرلس، انت بكيف كل تختار، اذا اخترت بشريحه راح يدعم الشريحه والوايرلس، اذا اخترت بس وايرلس ما راح يدعم الشريحه. وبرضه لحد يتكلم، لا ما حد يتكلم، الجيسم ما راح يتكلم عنها ان شاء الله، ما حد يتكلم عنها. طيب هنا جينا، اذا جهازك يدعم السيم كارد، هو نقرب كذا، اذا جهازك يدعم السيم كارد اللي هي النانو سيم راح يدعمها، شفتوها النانو سيم الشريحه الصغيره هذه هي بدعمها، وراح يدعم الاسم، اوكي، اذا جهازك يدعم السيم كارد الشريحه لازم، شوف هنا سيم كارد ما حطوا، شوفوا كيف، وين هالخيار اللي فوق اللي قبل شوي؟ وين الخيار اللي قبل شوي؟ ما حطوا سيم كارد مثلا وايرلس، او يعني قسمينهم هنا هذا النوع، هنا ننزل تحت لحق الشريحه، بس الشريحه يدعم الاسم، اوكي؟ بس الشريحه يدعم النانو سيم الشريحه العاديه والاسم. جهازك ما حطوا هنا برضه واي فاي، لا، بس السيم كارد لازم، بس الشريحه تدعم الاسم او الشريحه. واحدة تشغل داتا واحدة، ما بتشغل تنتين يعني بيصير أسرع، لا، داتا واحدة. جهازك يدعم النانو سيم راح يدعم الإي سيم، ومش كل الأجهزة اللي يدعم النانو سيم. مثلا أعطيكم مثال، أيباد ميني الجيل الثالث الرابع
الثاني الأول ما راح يدعم الإسم، ما راح يدعم الإسم، راح يدعم الشريحة. ونقرب لكم أكثر برضو، مثلا هذا الجهاز آيباد ميني في شريحة هنا شفتوا، ما راح يدعم الإسم، يدعم الشريحة. جهاز قديم آيباد ميني قديم. وكيف نعرف أن يدعم الشريحة هذا موجود؟ لازم نشوف البلاستيك هنا أو أي أنتانة، بعضهم في الجدد يكون في خط، بس أهم شيء أنه فيه هذا البلاستيك ذا، هذا مكان الشبكة. فحتى لو جهازك آيباد ميني الجديد الجيل الخامس وما في خيار هذا وما في مدخل شريحة، ما راح يدعم الإسم، لأنه ما عندك لاقط لحق الجي بي إس، ما عندك لاقط لحق الشبكة، عندك بس وايرلس. طيب وبرضو مثال أخير، هذا آيباد إير ما في شريحة، ما في مدخل شريحة، خلاص ما في إسم. يعني مثلا تتخيل أنت هكرت الجهاز، أنت ما أدري قوي أو شيء، وهكرت الجهاز، فتحت الملفات، دخلت خيار الشريحة، ركبت من السيستم مثلا داخل، وسويت سكان الشريحة نزلتها، ما راح تشتغل حتى لو تجبرها، لأن القطعة ما في لاقط لحق الشبكة، الشبكة ما في لاقط لها. يعني أنت ركبت الشريحة أوكي، أبراج ما تجي أبراج، ما في أنتانة. هذا الفرق بين اللي بو شريحة اللي يدعم الإسم، لازم يكون في أنتانة، في شو يسمونها أنتل، في تقدر تجذب الأبراج. آيباد يكون في بلاستيك، قطعة بلاستيك عشان يمر معبر الواي فاي. جوالك الآيفون تشوف في الجوانب في زي الخط بلاستيك من البرج، يجي لك البرج حق جهازك. اللي بشريحة راح يدعم الإسم الجدد من الآيباد ميني 5 والآيباد إير 2019 والبلاستيك. في خطوط موجودة، هذا معبر لحق الجي بي إس، لحق الداتا، لحق كل شيء. جهاز ما في معبر لحق الأشياء دي ما راح يدعمها. أوكي؟ لا يعني. أوكي؟ آيبادات القديمة ما راح يدعم. أوكي؟ هذا آيباد واي فاي ما راح يدعم. هذا آيباد شريحة. شوف أوكي؟ خلاص. وبرضو مرة رابعة هنا فهمكم، هذا آخر شيء إن شاء الله. من موقع أبل، أبل والله العظيم Apple.com. افتح موقع أبل أنت، إذا قال لك الشخص يدعم الواي فاي أنت فهمه. قل افتح موقع أبل. ما يفهم عربي أو إنجليزي قصدي، انزل آخر شيء تحت، انزل آخر شيء، آخر شيء هنا أو هنا في الجبل حسب اللغة حقتكم، اضغط عليه هنا واختار الدولة حقتك، مثلا السعودية، أهم شيء إنه بالعربي يكون. افتح الآيباد، الآيباد لو فتحت الآيباد هنا يسوي اسم في كلمة مقارنة، اضغط على المقارنة، حط الموديلات اللي تبيها في جهازك، أي نوع من جهازك. انزل آخر شيء أو نزل مواصفات، هذا موجود المواصفات بالعربي. طيب ننزل نشوف خيار الشبكة أو الشريحة، هذا نفس اللي تكلمت لكم قبل شوي عنها، لكن لو نزلت آخر شيء شوفوا هنا ايش مكتوب، حاطين رقم 8. ايش معنى رقم 8؟ انزل آخر شيء فهرس اسمه رقم 8. كبداية الكل يعرف الآيفون في الصين يدعم شريحتين والفيزيكال، أما الآيفونات اللي موجودة عندنا والدول العالم كلها يدعم الإسم والفيزيكال. أنا بالنسبة لي إسم وفيزيكال أفضل، لأن الإسم تقدر تحط مثلا 10 شرايح بس قبل تنقل بينا. لكن نرجع حق هنا شو يقول لك يا طول العمر؟ هنا يقول لك لا تدعم جميع شركات الاتصالات شريحة الأبل سيم ولا الإسم. أبل سيم معلكم منها بس في أمريكا تقريبا، هنا والدول تقريبا في أوروبا. راجع شركة الاتصالات للمزيد من المعلومات. غير شوف هنا بالخير، غير متوفر في ما أدري معناته برا الصين، لكن في الصين ما يدعم الإسم أبد. تعمل تكنولوجيا الإسم على الآيباد برو 11 إنش الجيل الأول والثاني، الجيل اللي موجود الحين قبل أسبوعين نزل، والجيل الأول اللي قبل 2018، والآيباد برو 12.9 إنش الجيل الثالث والرابع، والآيباد إير الجيل الثالث، والآيباد الجيل التاسع، والآيباد ميني الجيل الخامس. تعمل شريحة أبل سيم مع آيباد برو مقاس 9.7 آيباد برو، أول ما كنسلوا طبعا الحين آيباد برو هذا، وآيباد برو مقاس 10.5 إنش. هذيل الآيبادات ما يدعمون الإسم، يدعمون أبل سيم طبعا ما عليكم منها، فالسعودية يعتبر يدعمون الشريحة ما يدعمون الإسم الشريحة العادية. والآيباد إير 2 بس هذيل كلهم ذي الخيارات ذيلي اللي تحت راح يدعمون أبل، شريحة أبل، أبل سيم. أبل سيم شنهي؟ أبل سيم شريحة يجيك في نفس الجهاز، تفتحها وتشوف الخدمات بكيم شركات الاتصالات اللي موجودة عندك وتختار الخدمة عندك، لكن شريحة عادية يعني مش إسم. أوكي خلصنا من ذا الشيء. هنا شريحتي الإسم وهذه الاثنين
نعتبر هذه السيم كارد الموجود في شركات الاتصالات الموجوده عندنا والاسم هذيل مع بعض يجون جهازك يدعم السيم جهازك راح يدعم السيم كارد راح يدعم معاك الاسم جهازك ما يدعم السيم كارد ما راح يدعم الاسم الاسم هي كلمه سيم شفتوها لازم جهازك يدعم السيم كارد ولا دي واحده منهم عشان يدعم الاسم اوكي خلاص من شيء بليز خلاص اسم لازم تكون مع السيم كارد واي فاي ما راح يدعم الاسم ولا الشريحه جهازك مش بس قطعه داخل جهازك لازم في لاقط شبكه في لاقط جي بي اس في اشياء كثيره في جهازك البادي حق جهازك يختلف في داخل القطع لازم تختلف مش بس اسم والقطعه الاسم لا تحسبونها بس الكترونيه يعني سوفتير هي مش سوفتير بس في تشيب داخلي في قطعه فيزيكال داخل الجهاز موجوده فما في فرق بين الاسم والسيم كارد الا بس هذه تغني يعني هذه ديجيتال وهذه موجوده فيزيكال داخل بس اوكي السلام عليكم فاتمنى لا تروحون حق اشخاص يقطون لكم وبس يوتيوبر ما ادري ايش اسمهم كم يعني مو بس واحد تقريبا اثنين او ثلاثه ما يعرف حق التقنيه خلاص قال لك ارسل له الفيديو وخلي اشوف انا ايش يقول ولا يكلمني خاص قولوا له قل له يكلمني خاص كلموه في تويتر ولا كلموهم قل لهم كلموني خاص ونتفاهم احنا نشوف اوكي علشانكم خلي كلموني عام خلاص كلموني عام اوكي خلي يشوفون حل يتكلمون او يطلعون يقولون غلط كلامنا والله باش انا اغلط كلنا اغلط كلمتك غلط خلاص قول انا اسف وغلطان السيم كارد ما راح الواي فاي ما راح يدعم الاسم اوكي خلاص